للحديث أكثر حول ما جرى خلال الأيام الماضية وأثرها وبائياً، ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشي. مساء الخير دكتور سعد، أهلاً بك. مساء النور دكتور. يعني لقد تابعنا مؤخراً مشاهد كثيرة لتجمعات مرتبطة بالانتخابات واحتفالات وما عقب ذلك، كيف سينعكس ذلك على الوضع الوبائي في المملكة من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا الذي هو أصلاً يعني يشهد ارتفاعاً كبيراً؟ والله إنه لشيء محزن ما شهدناه منذ شهر وحتى يوم أمس، شيء محزن ويندى له الجبين. الوضع الوبائي كما نصفه الآن هو وضع في آخر سلم الإساءة أو السوء من حيث التصنيف العالمي. منظمة الصحة العالمية تصنف المستويات الوبائية بالعالم حسب تصنيف الجديد اللي طلع قبل كم من يوم بشهر 11 إلى 5 مستويات. إحنا دخلنا المستوى الرابع والخامس من حيث السوء، وهذا يعني ليس سراً أقوله، كل المجتمع صار يعرفه. الآن بنسجل وصلنا 132 ألف حالة ويزيد، يعني قد حالات اللي صارت بالصين مرة ونص. سجلنا ما يزيد على 1500 حالة وفاة. آن الأوان لنا كمجتمع وكعالم إنه نتنبه لهذه الخطورة الكبيرة. هذه نعم. الأرقام اللي بدأنا نشهدها منذ أسبوعين وجاي بالخمس آلاف وقاربت على 6000 لم نكن نشهدها سابقا. أعتقد أن هنالك ارتباط وثيق بين حدوثها وبين الفوضى التي نعم. شهدتها مرحلة الإعداد للانتخابات والذي شهدناه يوم أمس. طيب دكتور، واليوم راح نقطف ثماره السيئة نعم. خلال الأسبوعين القادمين. دكتور اللي صار صار وإحنا صرنا يعني بالمشكلة بكل الأحوال، كيف يمكن نعم. تدارك هذه الكارثة المحتملة وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها؟ حتى أكون صادق معك، أنا من الناس اللي كنت دائما ضد إجراءات الغلق والحظر الشامل. نعم. وبنقول إنها إلها أضرار اقتصادية واجتماعية على المجتمع، لكن الآن أنا مع تنبؤاتي وتوقعاتي للمرحلة القادمة راح تكون أسوأ مما نشهده الآن. أنا مع قيام الدولة أو الحكومة بإجراءات للحد من ما هي الإجراءات دكتور؟ هذا الوباء. ما هي الإجراءات؟ إحنا الآن دخلنا المرحلة الرابعة من المستوى الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. هذه المرحلة تحتاج إلى إجراءات حازمة كما تصف المنظمة. أنا لا أتكلم باسم وزارة الصحة ولا باسم الحكومة. يعني حظر شامل دكتور؟ أنا أتكلم كباحث وشخص وبائي، بقول تصنيفنا الآن دخلنا المرحلة الرابعة من حيث مستوى الوضع الوبائي وهي المرحلة الأسوأ. هذه تحتاج إلى إجراءات قاسية. هذه الإجراءات القاسية تعمل على خفض إغراق النظام الصحي الذي بدأ الآن. النظام الصحي عندنا يشهد نوع من الإغراق. 2، يخفف المرضى الكبيرة، حالات المرضية الكبيرة التي تحدث حاليا بالآلاف، وصلنا 132 ألف. تقلل من الوفيات التي أصبح نسجل يوميا 80-90 وفاة و400 حالة بالآي سي يو، مرشح نصها أيضا للوفاة. إذا لابد والحال كذلك نعم. من قيام الدولة بإجراءات، سميها إن شئتي كما أعلن وزير الصحة إجراءات حظر ذكية، إغلاقات ذكية. دكتور هل ستكون مجدية برأي حضرتك؟ أنا برأيي نعم. في هذا الوضع كون مجتمعنا للأسف لا زال لا يعي حجم المشكلة نعم. وقاعدين بنطخ بارود وبنسوي حفلات وبنغني
شكرا شكرا جزيلا. لابد من اجراءات تقوم بها الحكومه. نعم نعم. بحيث توازن بين الخطر الصحي والخطر الاقتصادي. نعم نشكرك جزيل الشكر الدكتور سعد الخرابشي رئيس لجنه تقييم الوضع الوبائي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.